لقد سبق لي أن كنت مريضا مرضا نفسيا شخصه الأطباء، وذلك قبل 12 عاما، بأنه انفصام شخصية. والواقع أنني لم أفقد وعيي خلال تلك الفترة، وكنت محافظا على الصلاة وعلى الأعمال المطلوبة من المسلم، وأدخلت المستشفى للمعالجة، ولكن حصل مني تصرفات غير انضباطية خلال فترة المرض، وهي ناتجة عن عدم استطاعتي تملك أعصابي، منها أنني كسرت زجاج سيارة. وسؤالي هو أنني حصل في أوج المرض أنني قلت لزوجتي أنت علي كظهر أمي، وكررت ذلك عدة مرات، ولكن بعد أن هدأت أعصابي وعوضت وتماثلت بالشفاء، أيقنت بأن تصرفاتي كانت غير صحيحة وغير سليمة، وأن ما وقع مني هو نتيجة للمرض. وسؤالي هل يكون ذلك ظهارا أم أن علي التوبة والاستغفار؟ أرجو أن توجهوني، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نسأل الله لك الشفاء والعافية ولجميع مرضى المسلمين، وثانيا ما صدر منك في حالة المرض العقلي الذي لا تتصور فيه ما تقول وقت المرض، يعني صدر منك من غير إحساس ومن غير إدراك، فإنه لا يعتبر شيئا ولا تؤاخذ عليه. ومن ذلك ما ذكرته من الظهار الذي صدر منك وأنت في حالة عقلية غير سليمة، إنه لا يترتب عليه شيء، لأنه يشترط بوجوب الكفارة في الإيمان والظهار وإلا أن تصدر من عاقل بإدراك بما يقول. فحسب ما ذكرته في السؤال من أنك قلت هذا الكلام وهو الظهار من امرأتك عدة مرات وأنت في غير شعورك بسبب المرض، لا يترتب عليه شيء. أما ما كسرته من زجاجة السيارة إنه يجب عليك الضمان، لأن أموال الناس محترمة فيجب ضمانها، ولا يشترط في إتلافها أن يكون الإنسان عاقلا أو غير عاقل، يجب ضمانها بكل حال، يجب عليك ضمان ما أتلف وما كسرت من زجاج السيارة وصاحبها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.